متابعين الكرام الطيبين، نبتدي معكم جولة ثالثة في كندا، وهي جولة ريفية من نوعها في أماكن جميلة تأسر القلوب وتذهل الألباب وتسر الأنظار. مرحبا بكم في منتصف الغرب الكندي، حيث سلسلة جبال الروكي والطبيعة الجبارة وموطن الديناصورات العملاقة قديما منذ ملايين السنين. والغرب الكندي ما هو إلا امتداد للغرب الأمريكي المعروف بالوايد وايلد ويست أو الميد ويست. الآن أنا متواجد في حديقة وطنية كبيرة تعد الأجمل في قارة أمريكا الشمالية، تعرف باسم بانف ناشونال بارك، وتبلغ مساحتها 6641 كيلو متر مربع، أي أكبر من نصف مساحة دولة قطر. في حديقة بانف الوطنية توجد الكثير من الحيوانات البرية الأليفة والمتوحشة، وأحد هذه الحيوانات هو غزال الموظ، وهو عبارة عن غزال أمريكي ضخم له قرون متشعبة. وكذلك تكثر الدببة في حديقة بانف الوطنية، والله يستر علينا من الحيوانات المتوحشة ونرجع بلادنا سالمين معافين. مرحبا بكم في مركز بلدة بانف، وهي تشكل قلب حديقة بانف الوطنية ونقطة انطلاقة لزيارة أهم معالمها الطبيعية الخيالية الخرافية. الفندق اللي فيه إقامتي يقع على هذا الشارع، اسمه بانف أفينيو. مركز الإرشاد السياحي لبلدة بانف وهو أحد المراكز الإرشاد السياحية لحديقة بانف الوطنية. بعد زيارتي لمركز الإرشاد السياحي اتضح لي أن أهم الحيوانات البرية التي تعيش في حديقة بانف الوطنية هي السناجب والقنادس وحيوان الموظ والدببة. للمعلومات فقط حتى ناخذ الحذر والحيطة من الدببة خاصة، وينبغي عدم إطعام الحيوانات البرية. أما بالنسبة للنباتات فهي عبارة عن أشجار صنوبر وأشجار دائمة الخضرة، بالإضافة إلى الزهور البرية. ولاية ألبرتا التي تقع فيها حديقة بانف الوطنية مشهورة بالزهور البرية، حتى أنها تلقب بلاد الزهور البرية. طبعا أمس كانت رحلة طيران طويلة جدا من تورنتو إلى كالجاري، قرابة 4 ساعات وربع، يعني كأني طالع من الدوحة رايح اسطنبول في تركيا. وبعدها استأجرت سيارة من مطار كالجاري إلى بلدة بانف، المسافة تستغرق بالسيارة قرابة 1.5 ساعة. ذكرني في انترلاكن في سويسرا، نفس النمط. ما زلنا في شارع بانف أفينيو، وهو شارع تسوق الصراحة، مليء بالمحلات، في مقاهي كذلك مثل ستاربكس. لا، شارع حيوي جدا. أنا يعني أنصح بالنزول في بلدة بانف. أفضل طريقة للتنقل في حديقة بانف هي استئجار السيارة والانطلاق في ربوعها الخلابة. على سبيل المثال هذه هي السيارة اللي عندي، من نوع جولف فولكسفاجن، سيارة صالون صغيرة توفي الغرض. سعر استئجارها 100 دولار كندي لليوم الواحد شامل الضريبة والتأمين، من شركة انتربرايز في مطار كالجاري. تصريح دخول سيارتي في حديقة بانف الوطنية لمدة 3 أيام، سعر التصريح 30 دولار كندي. طبعا السعر يختلف باختلاف عدد الأيام المخطط لها في الإقامة في هذه الحديقة. مرحبا بكم في المحطة الأولى من جولتنا في حديقة بانف الوطنية، وهي اسطبلات وارنر. وبعد قليل راح أخذ الخيل وأخذ فيه جولة حول نهر باو، وهو أحد أنهار حديقة بانف الوطنية. وسعر ركوب الخيل لمدة ساعة كاملة 60 دولار كندي. هذا هو خيلي حبوب وطيب، وإن شاء الله ما يخذلنا.
في وقت الجولة. الله يستر. ركوب الخيل من الأمور المحببة إلي خلال فترات السفر، خاصة إذا كان يعني الطقس يساعد على ذلك. يعني هي هواية أعشقها منذ الصغر، في علاقة قوية بين الإنسان وبين الخيل، علاقة جدا قوية. هذا نهر البو أو بو ريفر، وهو من أطول أنهار كندا. لون مياهه تركوازية، لون الزمرد، ويصب في خليج هانسون باي. جميلة هي تجربة ركوب الخيل، والأجمل من ذلك أن ركوب الخيل في سلسلة جبال الروكي الخلابة. صراحة استمتعت بعدة مناظر طبيعية أثناء ركوب الخيل، وهذا يعتبر ثاني أكبر مسار في أمريكا الشمالية يعرف باسم بانف تريل. الآن أنا أقف على مطل البحيرات القرمزية، وهي عبارة عن مجموعة بحيرات تشترك بلون واحد وهو اللون القرمزي، مياهها كبريتية. تكونت سلسلة جبال الروكي منذ 20 إلى 120 مليون سنة نتيجة حركة كبيرة تكتونية حدثت تحت الأرض، أدت إلى ظهور هذه الجبال العملاقة، امتدادها على طول قارة أمريكا الشمالية من المكسيك إلى ألاسكا مرورا بكندا. وجبال الروكي في كندا نصفها في ولاية ألبرتا والنصف الآخر في ولاية بريتش كولومبيا. مطل آخر في حديقة بانف الوطنية يعرف باسم مطل بلدة بانف، لأن يطل على بلدة بانف. هذه هي البلدة، وبجانبها البحيرات القرمزية اللي صورتها لكم من شوي. جبال الروكي الكندية تعتبر جزء مهم من ولاية ألبرتا. ولاية ألبرتا في كندا يعني بين قوسين جبال الروكي والنفط والغاز. طبعا هذه الولاية ازدهرت كثيرا بعد اكتشاف حقول النفط والغاز فيها، وهي تلقب بتكساس كندا نظرا لتشابه كذلك العادات والتقاليد وثقافة الغرب الأمريكي كالكوبوي وركوب الثيران. ما شاء الله، شوفوا كيف الغراب كبير، سبحان الله، كل شيء في أمريكا الشمالية حجمه كبير. طبيعة على مد البصر، هذا أقل ما يقال في وصف حديقة بانف الوطنية في كندا. وعلى فكرة هذه الحديقة تكون في أقصى زينتها في أوقات الصيف. الآن هو منتصف شهر أبريل، تاريخ 17 أبريل 2019. هكذا هي الطرق الجبلية في سلسلة جبال الروكي في ولاية ألبرتا. القيادة عليها سهلة والناس محترمين صراحة، عندهم فن وذوق في القيادة. استراحة لتناول وجبة الغداء، وعلى ما يبدو أن هناك مباراة مهمة تجمع بين فرق كندية في رياضة الهوكي، والتشجيع ماخذ مجراه في مطعم تشيليز. أمامكم الآن في التصوير هو فندق من فئة 4 نجوم يعرف باسم موز هوتيل أند سويت. سعر الغرفة فيه من نوع سويت، لليلة واحدة شامل الضريبة $200 كندي.
مجمع كاسكيد، وهو يقع بالقرب من فندق موز هوتيل اند سويت اللي فيه إقامتي في منتصف بلدة بانف. أعزائي المشاهدين الكرام، صبحكم الله بالخير والنور والسرور، ويوم آخر جديد نكمل فيه جولتنا في حديقة بانف الوطنية التي تقع في سلسلة جبال الروكي، لرؤية كل ما هو جميل ويسر الأنظار ويبهج النفوس. في شارع خدمات لهايوي ترانس كندا والذي يؤدي إلى بحيرة لويس، وجالي هذا المنظر، هو عبارة عن جبل يعرف باسم جبل القلعة نسبة إلى شكله، جاي على شكل القلعة. لوحات فنية، كل لوحة تختلف عن الأخرى. من منتصف غابات سلسلة جبال الروكي، وبعد قليل متجه إلى خوانق جونسون كانيون المائية. المكان ليس بمخيف، عامر الصراحة ما شاء الله بالسياح وبأهل البلد كذلك الكنديين ليأتون من بقية أنحاء كندا. كندا يعني بلاد كبيرة، قارة تبلغ مساحتها قرابة 10 مليون كيلو متر مربع، وغالبية مدنها تقع في أقصى الجنوب، متاخمة لحدود الولايات المتحدة الأمريكية. والسبب يعود أن المناخ في كندا شديد البرودة، لذلك السكان يبحث عن أدفى المناطق وهي تلك الموجودة في أقصى الجنوب، بالرغم منها كذلك شديدة البرودة ولكن أفضل من غيرها. والسكان في كندا قرابة 36 مليون نسمة، أي عشر سكان الولايات المتحدة الأمريكية. حذاري من الانزلاق في هذه الممرات الخاصة بالمشي، المسار جدا متعب بسبب وجود الجليد والثلوج، ولكن المناظر خيالية. هذا نهر البو، بو ريفر، اللي مررنا عليه بالأمس عن طريق ركوب الخيل. في هذه المنطقة هو متجمد. عموما الأنهار والبحيرات في سلسلة جبال الروكي الكندية هي عبارة عن مياه متجمدة أغلب أوقات السنة، تعرف باسم glaciers. هذه هي معاناة الناس اللي يمشون في هالمنطقة. ممر يعني في الكثير من الخطورة بسبب احتمالية الانزلاق. وأخيرا وصلنا إلى الخوانق المائية جونسون كانيون، ويا لعظمة الخالق في خلقه، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. من منتصف غابات جبال الروكي الكندية، حيث الخوانق المائية التي تعرف باسم جونسون كانيون، وهو عبارة عن شلال سفلي وهناك كذلك شلال في الأعلى. هذا ممر خاص للعبور حيث يكون الشخص أمام الشلال مباشرة، وطبعا الاستمتاع ب الرداد المنعش للشلال اللي يرجع الشخص شباب. طبعا المشاهدين اللي شافوا فيديو ريف النرويج يعرفون شنو قصدي بالضبط. الأخوة الأشقاء من جمهورية اليمن، دمهم خفيف وأنا أعرفهم، وإخواننا وأشقائنا فوق عيننا وراسنا، وأحب تعليقاتهم الصراحة. من خلال خبرتي معاهم في التعليقات على فيديو ريف النرويج، كان الكثير منهم يقولون لي لو إحنا كنا في مكانك
كنا نروح خلف الشلال ونخزن قات. مالكم حل يا أهل اليمن، دمكم خفيف. جميل جدا، كرسي للاستراحة أمام منظر جميل. بعض المعلومات الإضافية لجبال الروكي. جبال الروكي أول من اكتشفها وحاول عبورها قادما من جهة البحيرات العظمى إلى جهة المحيط الهادي هما الأخوان الفرنسيان فيراندري، وكان ذلك في عام 1743 للميلاد. وبعد 50 سنة بالضبط، أي في عام 1793 للميلاد، قدم إليها المستكشف الاسكتلندي ألكسندر ماكنزي، وعبرها بالكامل حتى وصل لساحل المحيط الهادي برا. الطبيعة غريبة في هذا المكان، كأني في جراسيك بارك. على فكرة ولاية ألبرتا كانت موطن كبير للديناصورات، حيث أن تم العثور على الكثير من عظام الديناصورات والوقود الحفوري. أكبر مدن ألبرتا هي كالجاري، وهي تعتبر بوابة جبال الروكي الكندية، لكنها غير سياحية كمدينة، لذلك أنا أنصح عدم الإقامة فيها والتوجه مباشرة إلى حديقة بانف الوطنية والمبيت فيها بضعة ليالي، يعني أقل شيء 3 أيام إلى 4 أيام، هذه أقل شيء. أنا إلى الآن لم أرى سياح عرب، لكن ما أقدر أحكم لأن هذا الموسم ليس يعني بموسم إجازات. عادة كندا معروفة وجهة سياحية خلال فصل الصيف، وحتى لو ما شفت ما راح أقول عنها أن الكثير من السياح العرب يقفلون عنها، لأنها بلاد بعيدة، يعني الوصول إليها بشق الأنفس وتصعب كثيرا على الكثير من الناس وخاصة العائلات. وممكن يعني أن نرى نفس المناظر هذه ومشابهة في دول أخرى مثل أوروبا وتركيا، ولكن هي تجربة مختلفة. أما بالنسبة للتأشيرة الكندية فهي من أصعب التأشيرات اللي مرت علي صراحة، يعني خذت مني تقريبا شهر. لوحة تحذيرية تحذر الزوار من الابتعاد عن المسار المخصص للمشي بسبب وجود بعض الحيوانات البرية المفترسة. الجميل جدا في حديقة بان في الوطنية أنها مجهزة بكافة المرافق الضرورية والمطلوبة للزوار والسياح. على سبيل المثال عند مدخل جونسون كانيون الخوانق المائية يوجد هذا المبنى، وهو يحتوي على دورات مياه أعزكم الله. اقتربنا الآن من بحيرة ليك لويس، وهي من البحيرات المشهورة جدا في العالم، وتعتبر المعلم السياحي الطبيعي الأول في كندا. والله مساكين هالكنديين، شنو حالتهم مع هالثلوج؟ وهذا في فصل الربيع، فما بالكم في فصل الشتاء. بحيرة لويس، ولكن البحيرة متجمدة للأسف الشديد. حظنا أن جينا كندا في فصل الربيع، وما يزال الربيع مفقود في كندا. أين هو الربيع؟ هذول الناس والله مساكين، ما عندهم غير فصل واحد في السنة، يعانون مثلنا إحنا في الخليج. إحنا عندنا فصل الصيف طول الوقت، وهم عندهم فصل الشتاء طول الوقت. العالم مستمتعة بقضاء وقتها حتى ولو كان الطقس غير ملائم، ولكن هؤلاء الناس ما تفرق معاهم، ما عندهم أي مشكلة، وما لومهم، لأن إذا بينطرون الصيف فهو وقت قصير جدا لا يتجاوز الشهرين، الله يعينهم. لنستمتع مثل هؤلاء الناس ونمشي فوق البحيرة، لأن في فصل الصيف ما حد يقدر يمشي فوق البحيرة، ولكن يقومون بممارسة رياضة الكانوينج، وهي عبارة عن قوارب طويلة حمراء اللون، يعني يركبها شخصين إلى 3 أشخاص بالكثير. أما الآن هو فقط المشي على البحيرة. الآن أنا فوق سطح البحيرة في المنتصف بالضبط. هناك مناظر جميلة جدا، خاصة الفندق الذي هو من فئة 5 نجوم، فندق فيرمونت، عبارة عن منتجع وشاليه اللي يحب يعني أن يقيم في هذه المنطقة لبضعة أيام. ربعنا مستخفين على بحيرة زيلمسي في النمسا، لكن والله ما أدري شو بيصير فيهم
إذا يا بحيرة لويس في كندا، ما أتوقع أن الكثير منهم لا خلق أنه يوصل لهذا المكان البعيد، وآخر شيء يشوف البحيرة بالجبدة هذه الطريقة. مجموعة من الناس من الجالية الهندية يستمتعون بقضاء أوقاتهم في منتصف بحيرة لويس. يعجبوني اللي يحبون يستمتعون في كل لحظة بحياتهم وإيجابيين. فعلا يعني صلابة التجمد قوية جدا، فلذلك لا يوجد أي تحذيرات ممكن أن يوجهونها للناس بعدم المشي على الجليد. فعلا بحيرة لويس في منتصف سلسلة جبال الروكي الكندية عجوبة من عجائب الطبيعة، فسبحان الله الخالق البارئ المصور شيء يعني يعجز اللسان عن وصفه. المشي فوق سطح هذه البحيرة ولو كان طويل، ولكن أنا يعني أعتبره مشية الحياة، walking of the life. هذا هو موسم الانهيارات الثلجية الآن، لأن درجة حرارة ترتفع نسبيا، لذلك تحدث هذه الانهيارات الثلجية. هناك انهيار ثلجي آخر في هذه المنطقة، حدثت الانهيارات الثلجية تعرف باللغة الإنجليزية avalanche. سبحان الله الطبيعة في أمريكا الشمالية جبارة، كما هو الحال في النرويج. الآن وصلت إلى الضفة الأخرى من بحيرة لويس، حيث هذا الشلال المتجمد، وهناك بعض الناس من هواة التصوير وأصوات الانهيارات الثلجية أسمعها بكل وضوح. الله يستر. وأمام هذا الشلال المتجمد أختم تقريري لجولة سلسلة جبال الروكي، وأنا متأكد أن الجولة قد نالت إعجابكم، وإذا كان ذلك لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونشر رابط الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات، وكذلك المتابعة في الانستغرام وتويتر، وإن شاء الله ألتقي معاكم في الجولة القادمة والخاصة بتغطية مدينة فانكوفر في غرب كندا. وإلى ذلك الحين أنا خالد العنبري، مني لكم جزيل الشكر والتقدير.